اللهم صل على محمد وآل محمد. سماحة الشيخ، الأساتذة الأفاضل، الأخوة من أولياء الأمور، طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن دواعي سروري أن أقف أمامكم لألقي هذه الكلمة. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا إن دل على أهمية العلم. أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين، فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب عالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة، وبنى الله له بكل قدم مدينة في الجنة، ويمشي على الأرض وهي تستغفر له ويمسي ويصبح مغفورا له، وشهدت له الملائكة وشهدت لهم الملائكة أنهم عتقاء الله من النار. هذا فضل المتعلمين. الأساتذة المعلمون في هذا المسجد المتحلون بالإيمان والخلق الكريم، كم لكم مكانة سامية وفضل كبير على المجتمع بما تبذلون من جهد ووقت في تربية الأبناء وتعليمهم تعاليم الشريعة السمحاء. لذلك حق للطالب أن يوقر المعلم ويحترم المعلم. وقد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي يوم القيامة، فيقول: يا رب أنى لي هذا، من وين؟ ولم أعملها. فيقول: هذا علمك الذي علمته الناس، سواء في المسجد، في المدرسة، في أي مكان، هذا علمك الذي علمته الناس يعمل به من بعدك. وعن أبي جعفر عليه السلام: من علم باب هدى فله مثل أجر من عمل به، ولا ينقص أولئك من أجورهم شيء. أولياء الأمور، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما. يعني الأب اللي يساعد ابنه على البر. انت عادي تشوف شلون تساعد ابنك على البر، من خلال بعثه إلى المسجد، من خلال تعليمه، من خلال أن توصل له رسالة السماء كي يتعلم من صغره على مبادئ الإسلام. لأن أنت حينما تبعث الولد إلى المسجد ويتعلم في المسجد راح يساعدك، راح يكون مؤهل مطوع إلى أن يبر بك. وهذا لا يتأتى إلا من خلال أولا حث الأبناء على الحضور إلى المساجد وتحصيل العلم وتعلم الحقوق والواجبات واحترام الوالدين وغير ذلك. أيضا الآباء والمعلمون في المجتمع، هذا المجتمع اللي احنا نعيشه، المفترض أن يساعدون الأبناء
على الحضور في المسجد حتى يكون لهم دور فعال في المسجد، يعني على الأقل البعث هذا. والمعلمون في المسجد حينما يعلمون الأولاد فإنهم يحمون المجتمع من الضلالات اللي ممكن تترتب على هذا الطفل لو عاش الضلال، لو عاش بعيد عن العلم، بعيد عن التعليم. هذا راح يتعلم السرقة، والسرقة راح تأثر على المجتمع، راح يتعلم الفساد، والفساد راح يأثر على المجتمع. بعكس إذا جبت إلى المسجد وتعلم، أنت حميت هذا الطالب أو هذا الولد وحميت المجتمع نفسه، حميته وأوصلته إلى طريق الله، وفي نفس الوقت حميت المجتمع من أن يفسد، من أن يظل هذا المجتمع، من أن يبقى متماسكاً، من أن تبقى هناك أيدي نورانية تقود هذا المجتمع إلى الله عز وجل. أيضاً محتاجين بعض الأمور في المدرس، وأنه أن يكون مؤهل للتعليم، أن يكون هاضماً للمادة اللي يعلمها في المسجد، لأن هذه المادة إذا راحت خطأ إلى الطالب، هي المعلومة اللي تعلمها الطالب، إذا تعلم خطأ راح يعيش بخطأ. والطالب في المسجد لما يجي المسجد يعتبر هناك قدسية إلى هذا المعلم، فإذا صدرت خطأ واحد من هذا المعلم راح يتعلم هذا الخطأ، وراح يعتبره بأن هذا الخطأ اللي صدر من المعلم هو أمر مباح. أيضا التأسيس لبناء ميزانية تخدم المسجد. للأسف احنا أشاهد أنا مثلا أستاذ ميثم أو أستاذ حسين مثلا يبذلون مال من عندهم إلى شراء مثلا بعض الأوراق أو لطباعة بعض الأوراق أو ما يحتاجه المسجد من هذه الأمور. هذه الأمور المفترضة تكون هناك ميزانية تديرها القرية على الأقل. هذه الميزانية تساعد المساجد، والأستاذ هني بعد يسمع زين، فتكون هذه الميزانية على الأقل تساعد المساجد، وفي نفس الوقت تصب في خدمة المجتمع. اجتماع المدرسين بين فترة وفترة ضروري. أيضا ينبغي للمعلم أن يفهم عقول الطالب وعواطف الطلاب، خصوصا الطلاب الموجودين داخل المسجد، لأنه يعني احنا حين نسوي مثلا كل ليلة أربعة أو ليلة خميس نسوي جوائز، لما نحرم هذا الطالب المجد واللي يحضر من مثلا جائزة يتوقعها. ما أذكر قصة يوم أنا كنت في مسجد شيخ خلف، كان أستاذ يدرسنا به زين، كان المفترض في هالليلة يعني ليلة الأربعاء كنت أنا المفترض أحصل جائزة. اللي صار جلي أحد المدرسين الله يحفظه فقال لي ترى الجائزة منعطيها واحد ثاني، وإن شاء الله أنت مرة ثانية. فهذا ما أدري، أنا كنت صغير يعني فما كنت أتحمل هذا اللي هو شو اسمه، كنت أنا أحضر وكنت أجد وكنت أروح، فهذه تحركت عندي العواطف، فبديت وإيش أتهرب من المسجد بسبت هاللحظة. لو ما قال لي في جائزة يمكن ما في، بس يجي وقال لي انك لهيك جائزة ولهيك شذي، ولحظات جاء قال من اعطيها واحد ثاني. اولا نجيب هالقصة اللي هو شو اسمه عشان نلاحظ بس الاثر اللي ممكن الكلمة تتركها على الطالب. هذا الطالب صغير ترى يتأثر باي كلمة، فلازم نحافظ على طلابنا، نحافظ على ندرس عقولهم، ندرس تفكيرهم، ندرس طريقة توصيل المعلومة إلى الطالب، شنو يحتاج الطالب. لابد تكون عندنا خطة واستراتيجية واضحة إلى قدام، شنو راح الطالب شنو راح ياخذ وشنو راح نوصل من خلال تعليمنا في المسجد. أما إذا كان المسجد ما عنده خطة كاملة متناسقة ما راح يوصل إلى الأهداف اللي يسمو إليها. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين.